السلام عليكم ورحمة الله. سورة البقرة إلى 246 آيات مدل ودام بوغيانا ألا أولي مصحف دكا كي بكا كود ودانا سرميكا يورو قرآن غلاسين مطول الله وليكم شير جيغا الله سيغري كتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم
بسطة في العلم والجسم، في العلم والجسم، والله والله يؤتي ملكه، يؤتي ملكه من يشاء من يشاء، والله واسع عليم، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم، نبيهم إن آية، إن آية ملكه، ملكه أن يأتيكم التابوت، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، فيه سكينة من ربكم، من ربكم وبقية، وبقية مما، وبقية مما ترك آل موسى، ترك آل موسى وآل هارون، وآل هارون تحمله، تحمله الملائكة، تحمله الملائكة، إن في ذلك، إن في ذلك لآية، لآية لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم نسلاكن توفيق نلغتي.